وفي حد يرضى يتجوزني اساسا؟ انا احلى واحد. انت شايف ان انت اجمل شاب في مصر؟ اه. لا مش ينفع، رضا الوالدين اهم من رضا البحراوي. زمن الحب انتهى وكل واحده تلم بنتها. يعني ممكن اعمل نفسي هبله او مجنونه. مقصه وصلها شعرها طلع كبريت في رجلها عادي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات على افكار جديده عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نشوف، يلا بينا نشوف. لو باباكي جايب لك عريس تمام وانت مش حابه العريس ده او مش عاجبك، هتطفيش ازاي؟ يعني ممكن اعمل نفسي هبله او مجنونه، ممكن اعمل نفسي ملبوسه، والله هعمل اي حاجه اني اطفشه. وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ زيها برضه. تمشي ورا مشيها؟ لا يعني طفشي بقى باي طريقه. هطفش ازاي؟ مش عارف. ممكن اقول ان انا مش عايز ان انا مثلا مصاحبه حد تاني. مش عارف صراحه. باباك لو جايب لك عروسه وانت مش حبيبها وعايز تطفشها، هتطفشها ازاي؟ في الاول انا مش هديها اهتمام وهعملها مش كويس عشان هي تبعد عني، يعني تزهق من العلاقه. بس بعد كده لما نيجي نخرج هبص مثلا لو في بنات تانية ماشيين هعمل نفسي ابص عليهم عشان هي تاخد بالها وتزعل. بس دي كل الحكايه. اعمل عمل ليها وخليها مش تتجوز خالص ان شاء الله. اللي هي ليها عمل ولا ليك؟ اعمل لها ليها عمل. والله ساحر الاتموسفير، حبه كله سحر والله. مساك الله بالخير. عشان مش تخليها تتجوزني. تتجوز واحد زي ليه اساسا؟ ان انت مش عايزاه. ما تواجهي. شرح لها. باباك مصمم بقى. مش عارف صراحه. يثبت دماغه في الحيطه. اسكت يا ابن، اسكت يا ابن الكلب. لا مش ينفع، رضا الوالدين اهم من رضا البحراوي. انت عايل بيضان. لا مش ينفع يخبط دماغه في الحيطه فعلا. لا لا عيب، ده رضا الوالدين اهم من رضا البحراوي. قال لا والله بيضان. طيب سؤال غيره. طيب سؤال غيره. لا انا عايز اعرف دلوقتي هتطفشها ازاي؟ هنكد عليها كل يوم انا. والله هو ابويا احترم وعلى دماغه كل حاجة، بس ما دام انا مش عايزها فهحاول انا بقى بأي طريقة يعني اكرفها. ايوه هتعملها ازاي يعني؟ والله مثلا يعني ممكن اقول لها ابسط حاجة كل واحد يروح لحاله يعني. بس كده؟ ده اللي انت هتعمله؟ هقعد اقرفها في عيشتها بقى، واللي هو ايه اقعد بقى اللي هو اخترع لها حاجة اللي هو اقرفها في حياتها بيها، اللي هو امشيها اللي هو لا. يعني مش هعرف يعني اكلمها للدرجه دي، بس هقول لها يعني ايه، مش يعني مش هطفشها، اقول له لا مش عاوزها، ابويا هو اللي هيجيب العروسه، انا اللي هروح اتقدم للعروسه يعني. افرض باباك قال بقى البنت دي عجباني وايه وهي اللي هتصونك وانا عايزك اخطبها وكده. لا مش ينفع، كله لازم انا اكون عندي حريه. يا هعمل حوارات. ايوه حوارات زي ايه بقى؟ طفش ولا مش عايزك سكه ودور يعني. افرض البنت دي حبتك ومتعلقه بيك وعايزاك بقى وكده، انت وبس، هتعمل ايه؟ ما هي لو مش في دماغنا مش تلزمني بحاجه. عادي هي مش سكتي. هقول لها ابا اولاني وعصام عليكم وعليكم السلام. بس افرض باباك شايف ان هي بنادمه كويسه وهتبقى كويسه بالنسبه لك وهو مصمم عليها، هتعمل ايه؟ مش عجباني. انا اعمل ايه؟ مش عجباني. انت مش هتحاول تطفشها باي طرق غير انك تقرفها في حياتها؟ ما هو بقى مش عارف، بس هو يعني هطفش، وكل واحد بقى حسب طريقته بقى. ايوه انا عايزه بقى طريقه من الطرق بتاعتي. لو بقى عادي ممكن اخليها نايمه بالليل اولع فيها عادي. مقصه وصلها شعرها طلع كبريت في رجلها عادي. اعمل نفسي مجنونه. انت هتعمل نفسك ايه؟ برضه مجنون. او مثلا زي ما هي بتقول اخليه اقول له ان في حد في حياتي. اكتر حاجه هو مش بيحبها وانا اعملها. اروح اقول لاهله خليه يبعد عني، مش عايزاه. بس كده ده اتفاقكم انتوا الثلاثه؟ اه. وفي حد يرضى يتجوزني اساسا؟ انا احلى واحد. لو في من شاب في مصر هاخدها انا. معنى كده ان هي مش تطول انها تتجوز. ايوه هي طول. هو في حد يطول اساسا؟ بس كده. انت مغرور قوي كده ليه؟ نعمه من عند ربنا. هو الغرور نعمه من عند ربنا؟ اه. انت شايف ان انت اجمل شاب في مصر؟ اه. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابن.
طب انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله؟ جدا متاكد. بس كده يعني انت اخر كلام هتعمل لها عمل عشان ما تتجوزش خالص؟ ايوه. شيء اجابه تانية؟ لا اعمل لها عمل عشان مش تتجوزني. طب افرض هي بقى اتعلقت بيك وعايزاك بقى ومش عايزه تسيبك، هتعمل ايه؟ ودي بص وحدها عليا بطرني بنت الجنيه. لا مفيش وسع للكلام ده. ايه مفيش وسع للكلام ده، وانا عارف بكده خلاص بقى على الله. وانت عاد ايه على الله وعادي؟ مش فاهم. بقى اتجوزها بقى خلاص. يعني انت مش هتكرفها بقى؟ لا مش هكرفها. اكرفها ما دام هي بتحبني ومتعلقه بيا خلاص. اخر كلام؟ اخر كلام والله. انت ما بتطقهاش خالص خالص. يبقى خلاص بقى مش تلزمني. حتى لو بتحب؟ حتى لو بتحبني. مش عايزها؟ مش عايزها. عايز اعمل بيها ايه؟ لا دي بطريقتها بقى. لو هي مثلا يعني انا لو هي تستاهل اللي هو ان انا احبها وان انا شايف ان هي يعني انفع احبها احبها، لان في مثل بيقول لك اللي هو خد اللي يحبك ما تاخدش اللي انت بتحبه. افرض هو بقى مصمم عليكي وعايزك غصب عن اي حد، قولي له بجح قوي حامل نفسي ان انا همثل ان مثلا حد في حياتي واوري له كده. لا فاهم اللي هو يكون بجح اكتر في يطفش لك اللي انت عايزاه يعني. ما انا مش عارف والله موقف ده بقى ما اعرفش، بس عادي يعني ممكن اخدها ومع الزمن وزي كده هنحب بعض انت فاهمه، وهناخد على بعض وناخد وند انت فاهمه. هكلم بني كتير قوي عليه ده السؤال. وهعرفها فهتطفش. هي هتكرهني افرض هي مش عايزه تطفش. افرض هي مش هتطفش من كده، ما عندهاش دم دي. لا ما هو ديت بقى حته يعني مثلا هفهمها بالادب والذوق واقول لها انا بحب واحده تانية او مثلا مش مستعد للارتباط دلوقتي، بس مش هقدر اشيل مسؤوليه. بس يعني هتكلمها بالذوق؟ بالذوق. انا مش بحب اعمل بنات وحش. لا لو حبيتني دي بقى بقى حاجه تانية، بس اللي هو لو انا مش قابلها بقى اللي هو هخليها مش تحبني اصلا بالحركات اللي انا هعملها. بذمتك عرفت كام واحد؟ لا ده سؤال بقى. بذمتك بقى، بذمتك هي بتقول لك بذمتك. طب ما بلاش. طيب يعني بالظبط قدهم. لا هنعدهم مش هنخلص، هنعدهم مش هنخلص. قول كم واحدة كده؟ أربعة. أربعة؟ أربعة بس؟ بس حلوين حلوين يا دوب حلوين حلوين. الله حلوين. طب أنت بذمتك عرفت كم واحد؟ يا كتير كتير والله. لا انت عرفت واحدة مصر. الله على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. حازم وربنا يا جميع. هو فعلا زمن الحب انتهى وكل واحدة تلم بمنتهى الصراحة. ده اللي جبل ايه لازم يعني كده خلاص كفاية اليوم.